تعددت الأسباب والموت واحد. وتصدقون تصدقون لما مات أحد المغنين العرب اسمه عبد الحليم حافظ، أظنكم سمعتم بهذا الاسم. لما مات الرجل، فتاة اسمها أميمة صعدت إلى الدور السابع لأنها تعشق هذا المغني، فرمت نفسها وقتلت نفسها وخرجت روحها. تخيلوا، الواحد فينا يتعجب لهالدرجة. يعني في ناس وصلوا من قلة الإيمان وضعف الدين بل قلة العقل أصلا تنتحر علشان واحد مات، ومات وخير إن شاء الله. مات، إحنا إيش علينا؟ مات الإنسان، مات حبيبك، مات عشيقك، تقول ما أبي أعيش هذه الدنيا من وراه. قلة عقل، هذه حالة نفسية، اضطراب نفسي. هذا إنسان ما عرف كيف يعيش في هذه الدنيا أصلا. لو عاش حياة حقيقية، حياة صحيحة، لما مات هذه الميتة. لا تغرنا يا جماعة بعض المظاهر، لا نقول هذا من حظه غني وهذه من حظها مشهورة، وبعض الضعاف والسفهاء وبعض الناس اللي جهل في الدين يشوف بعض المغنين وبعض المغنيات يدشون برامج، يا الله متى أصير مشهور مثل هذا المغني، وتقول متى أنا يليتني مثل الممثلة الفلانية، يليتني مثل المطربة المغنية الفلانية أصير مثلها. وما تدري أن هؤلاء أغلبهم يعيشوا في حياة التعاسح. لكن إحنا ما تردنا هذه الأخبار. التحقيقات الصحفية أكثرها جزء واحد من الحياة، 9 أعشار الحياة ما تذكر. كثير من المغنين، مغنيات، ممثلين، ممثلات ماتوا منتحرين كثيرون، لكن للأسف حتى الإعلام ما يصور لنا هذا. راح نذكر لكم بعض المشاهير الذين انتحروا. ملكة كليوباترا، الكل يعرفها، ملكة شهيرة وعندها تاريخ والكل يذكر قصتها. تدرون ماتت منتحرة؟ لأن هذه كانت حياتها، حياة البؤس وحياة الشقاء. خلونا نكمل وياكم، وعندنا تقرير شوية أيضا مؤلم بعد الفاصل، وعندنا بعض قصص المشاهير الذين انتحروا. خلونا نناقش هذا الأمر مع أحد المختصين. كل هذا لكن بعد الفاصل. اللي فكر أحيانا ليش هذه الدول الغربية يكثر فيها الانتحار، بل في بعض الدول كل كم دقيقة تجد واحد قد انتحر. عادي عادي تمشي في دولة أوروبية، في السويد مثلا أكثر دولة في العالم في انتحار، عادي أنك تمشي هناك وتشوف ناس مجتمعين، إيش عندكم في واحد بيقط نفسه؟ عادي، يمكن الناس تمشي لأن منظر تعودوا عليه. عادي عندهم شخص في مطعم جالس اختلف مع حبيبته طلع سلاح ذبح نفسه، عادي عندهم. عادي عندهم أن الناس هناك تنتحر، كأن الأمر خلاص استحوذ عليهم الشيطان. هذا رجل الكل يعرفه في العالم اسمه هتلر. هتلر، أتعرفون كيف الذي خوف العالم كله وقتل من قتل؟ ما استطاع أن يواجه هذه الحياة فقتل عشيقته وقتل نفسه، انتحر. كثيرون هم الذين انتحروا في العالم. الواحد يتعجب ليش؟ أحد المشاهير الذين ألفوا كتابا سماه دع القلق وابدأ الحياة، يعني كان يعلم الناس لا تعيشون حياة الحزن، لا تعيشون حياة الكآبة. هذا الرجل اسمه دايل كارينجي، هذا الرجل ألف كتب وكتب مفيدة جدا، حط قواعد الإنسان شلون يعيش حياته، شلون يبرمج دنياه، شلون يتخلص من الحزن والكآبة. تدرون كيف انتهت به الحياة؟ قتل نفسه، قتل هذا الرجل نفسه. يا جماعة، في شيء اسمه إيمان، في شيء اسمه دين، في شيء اسمه يوم آخر، في شيء اسمه حتى لو في مصيبة أنا آمنت بالله أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نجمة مشهورة اسمها مارلين مونرو، هذه نجمة السينما الأمريكية في ذلك العصر. أكثر الناس ما يدرون أنها انتحرت آخر حياتها. قسيس هولندي، اسمه فان جوخ، انتقل من القسيسية إلى الرسم، صار رسام مشهور. هذا الرجل باع لوحة واحدة، شوفوا تخيلوا دش عالم الرسم، عالم رسم الأرواح ورسم المخلوقات، عاش مع الشياطين ويصور خلق الله ويضاهي خلق الله، صار نجما مشهورا حتى باع لوحة من لوحاته 60 مليون دولار. تخيلوا، يعني غني ثري مو محتاج شيء، مشهور وعند الدنيا كلها. تعرفون كيف انتهت حياته؟ سلاح.
وضع المسدس على رأسه وبطلقة واحدة أنهى حياته كلها. هذه حياة؟ هذه دنيا يبحثون عنها؟ يا جماعة احنا ما قاعدين نتكلم عن الغربيين اللي يعيشون في المخدرات والهوملس في الشوارع والناس اللي يعيشون حياة الكآبة والحزن والضيق والحبوب المهلوسة والإدمان والسكر حتى ينسوا هذه التعاسة اللي هم فيها. الأرقام تقول أن أكثر الناس ينتحرون هم، وأقل الناس ينتحرون ربما أفقر الدول الإسلامية والعربية. فقر لكن عنده إيمان، يمكن حر وجوع وعطش لكن عنده صبر ويقين بالله جل وعلا، ولهذا لا يفكر أبدا بالانتحار.